السلام عليكم إخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مرة أخرى عند مدرسة مازاغان بعنوان فائدة من ذهب. الإخوان يعني إحنا كنتكلموا هذه الأيام خاصة في السلسلة ديال كيفية التلقين اللي نالت إعجاب يعني عديد وكثير من المواليع، لأن هذا هو الجانب الإنسان اللي خاصو يبازي عليه في هاد الولاعه هادي. فاليوم ان شاء الله غادي يكون عندنا واحد اللقاء تواصلي مع احد الاساتذه واحد يعني من المواليع الكبار اللي عطاو الكثير واللي كانت عندهم يعني واحد ولا زالت عندهم مكانه في هاد الميدان ديال الولاعه. فان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نستضيفوا الاستاذ او الحكم الوطني السيد نزار الزغل ان شاء الله باش يعطينا حتى هو واحد الخبره ديالو واحد التجربه ديالو، لانه السي نزار دوز فراخ وخرج فراخ كيف كيقولوا المواليع، وبغينا نستافدوا من التجربه ديالو. فبقاو معنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، نتصلوا بالحكم الوطني السي نزار الزغل. تحياتي لكم. السلام عليكم سي نزار. السلام عليكم سي نزار. لاباس عليك؟ الحمد لله. صح لاباس؟ الله يعطيك الخير سي نزار. مبروك رمضان، مبروك عواشرك. الله يعطيك الخير. كي داير مع هاد المحنة ومع هاد الأزمة ديال هاد الله يرضى علينا وعلى جميع المسلمين إن شاء الله. اللهم آمين، اللهم آمين. تحياتي لك، نهار كبير هذا سي نزار. بارك الله فيك سيدي. سي نزار، حنا الحمد لله يعني هذه الايام وخاصه في هذه الايام تحت هذا الحجر الصحي، يعني عندنا واحد النشاط او شيء من يعني ديال الانشطه اللي كنديروها عبر المواقع الالكترونيه، ومن بين هذه الانشطه هذه ارتقينا باش نهضروا ونتكلموا في واحد السلسله ديال خاصه بالتلقين، يعني كيفيه الانسان كيحفظ الحفاظه، هادشي كل ما يتعلق بالتلقين ديال الفراخ الصغار سواء الميستو او الهاجين. فتكلمنا الحمد لله، يعني تكلمت في هاد يعني هاد لاشين هادي اللي خصناها للمواليع، يعني هاد القناه ديال المواليع، وغاديين في هاد المساله ديال التلقين. عطينا التجربه ديالنا وتكلمنا، ولكن كتبان لنا بان التجربه ديالنا يعني ما كافياش، يعني بغينا ندعموها ونطعموها بالتجربه ديال الاخرين باش الناس يستافدوا من كل جانب. بحكم بانك انت السي نزار مولوع كبير تبارك الله وعندك تجربه والكل يشهد لك بذلك، لا من ناحيه الحمد لله الانتاج ديال الطيور، ولا من ناحيه الفراخ اللي دوزتي، ولا من ناحيه الالقاب اللي حصلتي عليها السي نزار الزغل، يعني بدون رياء ولا كبر ولا نفاق، انت مولوع كبير وحكم وطني ولك مني كل التقدير والاحترام. فالسي نزار بغينا ناخذ رايك كيفاش كتعامل مع الولاعه ديالك في هذا في اطار التلقين. الله يرحم الوالدين باش نفيدوا هاد الشباب وهاد الاجيال اللي غادا صاعده ان شاء الله. تفضل اسيدي. سيدي بارك الله فيك وكنشكرك على هادشي اللي قلتيه بحقنا، والكبير الكبير هو الله وحده سبحانه وتعالى. سبحانه. احنا ما غادي نقولوا احنا التجربه ديالنا المتواضعه وهادشي اللي كان سيدي. احنا انا غادي نقول التجربه ديالي والطريقه ديالي ديال الخدمه كتبقى هي كلها مولوع وطريقه الخدمه ديالو. صحيح. كلها مولوع وكونتوبيه ديال الخدمه ديالو. صحيح. وداكشي محترم. تمام. انا غادي نهضر انا بيرسونيلمون كيفاش كنخدم. كتبقى شكا 8 في الخطيب. اسمح لي سيدي دوي خا مره غادي. لا مرحبا مرحبا ماشي مشكل مرحبا. اسمح لي وغنحاول نتكلم لو ماكسيموم بالعربي. مفهوم كلامك مفهوم يا اخي. الطريقه ديالي في تلقين نبداو الحسون، ان طريقه الحسون والهجين جوج طرق مختلفه، والتركيفيه ديال التعامل معاهم مختلفه.
نعم بالنسبه لي انا سيتادير اول حاجه سيدي اسمح لي نعاود نرجع بغيت نشكر الانسان اللي علمني مرحبا وراني بزاف من الحاجات مرحبا وقرا سامي انا وصلت لهذا الشيء اللي كامل اللي قلتيه في حقي الحمد هذا الشيء هذا يرجع الفضل لواحد الشخص مرحبا بغيت نحييه من هذا المنبر هذا هو الاستاذ نعم الزهوري عبد الحق سي عبد الحق الاستاذ ديالنا هو استاذ كبير هذا هما من لم يشكر الناس لن يشكر الله تحياتي لك اخي تحياتي هو اللي اثرني هو اللي وراني بزاف ديال الحاجات استاذ عبد الحق كيبقى فوق ريوسنا كيبقى فوق ريوسنا الاستاذ عبد الحق نحترمه ونقدره كل تقدير واحترام وما كتعلاش وديما ما كتعلاش العين على الحاجه تمام صح تحياتي كنشكرو ونوح من الموالع الكبار اللي عطى بزاف للولعة في المغرب صحيح وكرس بزاف ديال الوقت ديالو للولعة صحيح ودخل لينا بزاف ديال البلان اللي ما كناش فاشلنا نعم نعم صحيح فهمتيني وقد ما نقدر نهضر في حق هذا السيد هذا راشني عليه هادشي ديال الاولى لان كيبقى مولوع كبير وكبير بزاف ان شاء الله ان شاء الله ما كرهناش وحصل لنا الشرف نستضيفو السي عبد الحق استاذ عبد الحق في مدرسه مزاكان مرحبا والله نهار كبير لينا هذا شرف لينا وانا من هذا المنبر اخويا بغيت نشكرو وكيما بيان سور تعلمنا ماشي ناس اخرين مي انا كتسمى الاستاذ ديالي في الاولى هو الاستاذ عبد الحق الحمد لله هو الاول تعلمنا من عند ناس اخرين الحمد لله ما كاينش حتى شي واحد كيتزاد من كرشم ومعلم كل شيء كيتعلم صحيح تحياتي طيب نعاودو نرجعو للموضوع ديالنا الموضوع ديالنا كيفية التلقين كيفية ديالي انا كيفاش كنخدم كندخل العشاش كنوكل كندير الطريقة ديال النقلة ديالي هذا موضوع اخر نعم ما نقدروش نهضرو فيه لان خاصو حلقة بوحدو صح صحيح كندخل العشاش ديالي كنوكلهم بوندون لا سيمين الاولى السيمانه الاولى ما كنخدم عليهم الترتيبه الا منين ما غادي نوكلهم مثلا غادي نوكلهم اربع مرات في النهار منين ما غادي نمشي نخلط الباتي ديالي اللي غادي نوكل بيه القرع كنخدم عليهم التركيبه صح كتبدا كدور عليهم نعم كنخلي الباتي نخدمو ولا نخلطو نخليه كيرتاح خمسة ستة دقايق كنعمر لا سوراي كنمشي كنوكلو هذيك التركيبة مثلا فيها نص ساعة نعم ديال الوقت دور عليهم منين ما كتسالي كتحبس نعم كتبقاش تدور عليهم نعم كيبقى في البلايص ديالهم نعم منين ما غادي نعاود نوكلهم انا من بعد اربع سوايع ولا اربع سوايع ونص نعاود ندير نفس الكيفية كنخدم عليهم التركيبة نعم كنخدم عليهم التركيبة مما كدير واحد المرة كتسالي ستوب نعم كون هاد العملية هادي كنديرها كتخدم عليهم التركيبة واحد ساعتين ثلاث سوايع ديال الوقت النهار كله السيمانة الأولى واخا اسمح لي في هاد النقطة اسمح لي السي نزار في هاد النقطة باش نكونوا غاديين واضحين في هاد المرحلة هادي أنت اللي كتخدم عليهم غير ملي كتبغي تعطيهم الماكلة وملي يعني ديك النص ساعه كتطفي هذيك الفطر في هذا الوقت هذا واش كيكونوا يعني مخزونين في واحد النوع ديال كاخون يعني داك الصندوق او محطوطين عاديين او شيء من هذا نبغيو نعرفوا في ديك الوقيته اللي ما كيكونوش كيسمعوا لا مخزون كل واحد في اللابواط ديالي كل عش اللابواط ديالي تبارك الله عليك فهمتيني نيما كيدور عليهم لاكاسيت واحد المره صافي من بعد كل سمان سيمانه من هذه العمليه هذه كنبدا كنخدم لهم الكاسيت الا الى غادي نوكلهم كيوليو غير كيسمعوا لاكاسيت كيبداو كيسيباتيو اوتوماتيكمون الطريقه ديال البو كل ما تواجهوا طيب طريقه نعم طريقه احترافيه ديال البلاد ديالهم جاي الله يرحم الوالدين كيوليو كيتجاوبوا مع لاكاسيت كيتجاوبوا معاها كنولي صافي كيردوا كيوقفوا كنزيدهم في الوقت ديال لاكاسي ديال لاكاسي صح كنولي في البلاصه كندورها برا كندورها جوج حتى ثلاثه مرات المهم هما فهموا انهم يبداو يتجاوبوا لي مع لاكاسي
انا غادي نخدمها اربع سوايع خمسه سوايع ست سوايع دون امبورت كلهم ولاو تهداو ليا انا مع لاكازيت. انا كنعرف راسي واخا خدمت ست سوايع كنعرف راسي من هنا لواحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه غادي نوكلهم كنطفي لاكازيت وكنخليهم هذاك واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه كاينش كلام ديال التركيبه. منين ما كنقرر انا صافي غادي نوكلهم ضروري باقي لي 10 دقائق كنخدم لهم التركيبه كيبداو عاوتاني يرفعوا يستيقاتي. نعم نعم كنجيب المبنى كنوكلهم فاهمين هذا الان غادي نعم هذا كلشي كنهضروا على الحسون هنا كنهضروا على الحسون ياك السيد لا هو هذه القضيه هذه كنديرها انا لبيت ولا المخرج غير السيستم كتمشي معاه بجوج على الهجين وعلى الحسون صح سير تفضل تفضل لان الهجين من بعد كتولي خدمه اخرى معاه اللي ما تطير كيحفر كيخدموا في الاخر الخدمه ديالهم ما بين الفرق ما بين الحسون والهجين هو الخدمه في الاخر ماشي في الاول ديالهم نعم في الاول براسك بحال بحال غير الخدمه احنا دابا كنهضروا على الهجين على الحسون سير تفضل كنهضروا على الحسون ونزلوا في الحسون الوغ اللي كنبداو نوكلوا كيبداو كيوقفوا كنبدا نكري الكره ونداو الكره ديالي كنعزلهم بوحدهم نداوي كنكارتيهم لشي واحد البلاصه معاد عليهم نعم كنخليهم في واحد البلاصه كنعزل باغ اكزومبل كل دو مال في واحد لاكاج وكنبقى غادي معاهم كنوكلهم هادو كنقولوا خرجوا من عش ياك ولا واقفين ولا واقفين نعم التركيبه غادي وكنزيد فيها في الوقت ديالها تا كنوصلها لهذيك 10 سوايع اللي كتخدم في النهار حاول تبان سينيزار فوالا سينيزار حاول تبان شويه طلع تما شويه زيد عندي شويه باش كتبان فوالا تما مزيان تما الله يحفظك باش المشاهدين يعني يتمتعوا معنا صوره وصوت تفضل داك سيدي الو مين ما نبداو هذه العمليه هذه احنا كنبداو حاضرين الديار ديالنا البسقه ديالهم واش الديار غاديين مزيانين ما مقروسينش هادي نعم وكنشمشهم وكنبقى كنشمشهم جوج مرات في النهار من حين هما في العش من حين هما عمرهم سبع ايام كنشمشهم خمسه دقائق في الصباح خمسه دقائق في العشيه من حين هما عندهم سبع ايام منين ما الديار كيوقفوا كيوليو واقفين على القصبه خرجوا من العش كنعاودو نشمشهم الصباح وربع ساعه في لابريدي نعم ملي كيوليو نص قصيده كنولي كنشمشهم وكندوش فيهم نعم صح مرحله ديال المهم في المقرين الاساس هو الاساس الوداني انه يكون بصحه جيده هذا هو هذا هو المقصود هذا هو المقصود هذا هو الاهم في الولايه صح باش انه يبقى يجاوب لك مع هذاك الكلام ويكون عنده قدره انه يقول هذاك الكلام خاص يكون اول حاجه في صحه جيده تمام هذا هو المهم تمام وتكون القصبه الصوتيه ديالو في صحه سليمة. جيده سليمه صح سليمه ما ضعيفه ما مشحمه ما يكون خاصو الحسون يكون في صحه جيده هذه هي النقطه المهمه الوغ منين ما يبداو يوقفوا يبداو يقربوا يزونوا كنبدا نفرقهم ولا واحد والطير ولا كاش ديالي هادو اللي كانوا جوج كنولي تنفرق من ثم كنبدا ندير الترياج ديالي انا هو اللي غيبقى ليا وانا هو اللي غادي نعطي ديزامي وانا هو اللي غادي نبيع اللي ارتحيتي لي حسب العلم اللي ارتحيتي لي حسب الخبره ديالك كنشوف الطير لا كنشوف الوقفه ديال الطير الصحه ديال الطير كنشوفو ما كينسقش في الماء كنشوفو النقي ما كينسقش المعيد ما كينسق فيها بس جوج مهم كيدي انه من بعد دخل فيك الحفر ومن بعد غادي يمرض فيك اكوز دو سا ولا اكوز دو سا ولا اكوز سيميوز وكنزيدس كنفوتو هاد المرحله هادي كنعزل هادو من الكاس انا اللي بغيت على حسب لي بواط اللي كاينين عندي وكنعزل كل واحد في لابواط ديالو فاهمني لي بواط عليك تعني بهم كاخون الصنادق اي في الصنادق دابا حاليا قبل ما كناش كنخدمو بالصنادق لا دابا حاليا الصنادق صح
كنخدم ندير في الصلاه كان هذوك البياس اللي ندير فيهم انا كرياج نخليهم لراسي كنوريهم ان بلونسيمون ان بلونسيمون ديال الاستوبائيه اييه فهمتك كلكو شوز بور ايفيتي لا مالادي ديال الكوكسيدوز عندنا كنوريهم بالبروبيوتيك بحال بحال شي تريتمون تريتمون ستان تريتمون فوالا تريتمون كديرها في الاول من بعد لو تريتمون ديال الانتيبيوتيك كندير لهم خل البروبيوتيك من بعد خل التفاح من بعد الفيتامين ومن بعد السيدوكول باش نقيو هذاك السموم اللي كاينين في الكبده ديالهم جراء هذا الانتيبيوتيك اللي عطيتهم تبارك الله وكنبقى غادي معاهم مره في السيمانه ديال البروبيوتيك حاول توضح لينا قرب شويه الصوره باش نشوفوا الصوره ديالك قرب لينا الصوره سي كسي شويه هكا مزيان شكون وقيله كتشدوا بيدك كيبقى يلعب كتمشي الصوره هكا مزيان ثبتوا الحمد لله تفضل 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 السي الو قلنا نعاودوا نغلط كنقول لك مره في السيمانه كنعطيهم البروبيوتيك ومره في السيمانه السيمانه اللي من بعدها كنعطيهم واحد المره خلي التفاح كنبقى غادي معاهم بهذه العمليه هذه واحد الشهر اخر من بعد ما زولوا من بعد ما زلت البلونشيمون ودرت السيدوكول صافي خليتهم كنخليهم ان موا في هذاك الموا هما عريانين كيشوفوا في الطوف اللي بواط ديالهم كنعطيهم واحد السيمانه خل التفاح واحد السيمانه البروبيوتيك اختيار ولا وقت مزيان كتشوف الاختيار ديالي وقت مزيان شهرين ونص مسافتين من بعد من نهار اللي دخلتهم حتى اللي وصلوا شهرين ونص كنشدهم كندير لهم لابوشيت ديالهم ديال الضوء وهي الحاجه المهمه انهم كيشوفوا الضوء ما يبقاوش في الظلام القوات ديالهم اللي كيخرج منها حاول تقاد لينا حاول تقاد لينا الصوت ورجع لينا هذا الكلام ما سمعناهش السي نزار حاول تقاد لينا الصوره هاد الصوت غترجع لينا هنايا باش نسمعوا هاد المعلومات راه قيمه ما يعني هادشي ما ساهلش وخاصو يتسمع المشاهدين باش يستافدوا دابا مزيان انا قلت سمجين انه الطير يبقى في لابوشيت من بعد شهرين ونص تنديرو في لابوشيت ديالو يخليه في لابوات البوشيت تكون اون بلاستيك يكون فيها داخل الضوء ولا نديرو فوندا سون لابوشيت كل هو واش بغا ودخلوا الوسط الفولده ديالي صح باش يبقى عليه صح مزيان باش ان الكحول ما تلصقش ليك وتبقى ديما نقيه وهو ديما كيشوف هو ديما كيشوف وهو ديما كيشوف الضوء هذه هي الحاجه المهمه المهم انه ما يدخلش باش الحسون هذا بالنسبه للحسون فوالا انا غني ما كنحس به بدا كاين واحد الشيء اللي شاد والطير فريمون تسرقل من بعد 3 موا بدا كيبغي يدخل للداله كنشدو كندير لي بوشيت اون جين اييه وكنغطيه في الظلام ان موا شهر شهر واحد نديرو في الظلام باش يبدل مزيان صح باش ياخد راحته باش يبدل مزيان لان الاساس شنو هي هي الصحه والبداله مزيانه باش يتكلم مزيان ممتاز الا ما كاينش شي حوايج ممتاز ما عمرك تنسول ممتاز هذه هي التجربه هذه هي التجربه ممتاز الو مني ما الطير كنشوفه بدل وكيفرقع في التحميره وخارج من ساسه البيضين كنزيدو سيمانه وكنعاود ثاني كنعاود نحيدو مساكين وكنعر عليه وكنخليه يشوف الضوء هو باقي في الكاخون هو باقي في الكاخون صح الكاخون كان يتحل واحد المره في النهار مدة ساعة سافدين كل أبواب كتحل ساعة في النهار باش كتاخذ الأكسجين وتقدر يتنفس وتكون سافدين نقولوا مع 8 ديال الليل حلات الكاخون نيميرو 1 9 ديال الليل كتخلي الكاخون نيميرو 2 10 غنزيد فيه إلى الليل تقدر تحل مزود تعرف في الديار ساكتين ماشي مشكل واخا واحد المسألة الله يرحم الوالدين دابا في البداية ديال التلقين على حسب داكشي اللي قلتي لينا يعني كانت في السيمانه الاولى ملي كتبغي توكلهم كتخدم لهم الكاسيط واحد نص ساعه ولكن واش كتبقى غادي على هذا المنوال او ملي كيتزونوا وكيدخلوا البواط كي كدير معاهم فيها في التلقين تسمع راه قلتها سي مجيد تو تالور
السيمانه الاولى هي المهمه عندي انني نبداو يتجاوبوا مع التركيبه غير اللي خدم التركيبه يعرفوا الماكله جاي يبداو يستيبادي هما عرفوا هذه المعلومه لا من بعد من بعد شهر من اللي كبروا توليت خدم التركيبه ديالك عادي هما تصافي تجاوبوا الله يرحم الوالدين لان في الكلام هو الطير كي مده نقولوا 40 45 يوم الاولى نعم يخزن المعلومه تمام من بعد 40 يوم كيبدا يعمل البرومي بادياج التبسخيط الاولاني ديالو كيدي عرضه نعم كيحاول يقلد داك المعلومه اللي خزنها في راسه نعم من بعد يبدا يدز يحاول ينطق هذاك التبسخيط نعم تقيل المكتبات اي ولا شيء دي وضح لك لا يبدا يحاول يبين من بعد يبدا يبين الطرقات وكيحاول يستفهم كيبدا يخلي لك العبال محلول لا كيولي كيضربوا بالفينيسيون يقلب على الطرق كيدير الرولون يقلب على التناسق يحسن في الاداء ديالي كيقلب على التناسق وهذه فوالا الوغ اونتر لا بروميير لو برومي بابياج و لو دوزيام بابياج هذيك تما كتبقى خدمه ديال الموضوع خاصو يكون معلم ويرد البال للتصغيط ديالهم اشنو كاين الله يرحم الوالدين بمعنى انه يبقى يرد البال للتصغيط ديالهم كي داير واش ينقي واش فيه التصفير واش فيه الحصورات واش هادي الى في هذاك الشيء كنهز الطير كنبعدو شويه على الفراخ نعم وكنبارتير واحد البلاصه اللي ما كياخذش فيها النوريس ويبقى يسمع لان توجور كاين النابغه كيكون غادي غلط ودنكون كيدور ليك وكيولي غادي في الاتجاه الصحيح ممكن ويلاه في الماء الى عندك طير حي كتوليه الطير حي ديريكتومون يبقى يضرب عليه مزيان باش انه يحاول يقدليه لو شومان ديالو لان ما غاديش مزيان في لو بون شومان. فهمت. الطير اللي كتشوفو غادي واحد كيتكلم والتبسخيط ديالو ما نقيش كنحاول نوليه الطير حي كيبقى يضرب عليه باش انه يحاول يقدليه الطريق ديالو. تبارك الله. قلت لك المرحلة الأولى وما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ديال البابياج هي الخدمة ديال المولو خاصو يبقى يرد البال من الفراخ ديالو ويكومونس افيغ لو ترياج باش تخلي بياسة ولا جوج اللي غادي تكمل الخدمة معاهم ديال بصح الطير تيار غادي يبغيو يخرجوا من هذاك الكخون غادي يبقى يبغيو يوليو يدوشوا غادي يبغيو يوليو يتكلموا هذيك لا بيريود غننقص عليهم الكلام عاوتاني محمر وبدا كيبين لي في الطوقات الطير حفظ بدا الفاسون غننقص نبقى خدام لي الكلام انا غير مع الابصار من هذيك الخمسه حتى الثمانيه ديال الصباح وصافي وكتخلي الطير يتكلم على خاطرو باش ينقال لان هذاك الضغط ديال لاكاسيت والطير باغي يعبر على المقصود ديالو داكشي اللي عنده ثم كتجي الخصبه وكيدور على الخصيبه والطير كيدير اكسيتي انيرفي وداكشي تما ملي ما كتجيش الطير ملي محمر كيكون البلوع هو السبب ديالو في دوك الحوايج اللي غادي يبدا يخرج لا ما عرفش يتعامل معاه الله يرحم الوالدين واخا عندنا واحد المساله اسمح لي السي نزار باش يعني توضح لنا الصوره من كل جانب الفتره الزمنيه بحكم تدوس الطيور تبارك الله الاغلبيه يعني حنا كنقولوا النادر لا حكم له كنشوفوا الاغلبيه هو القياس الاغلبيه الطيور اللي خرجتي شحال المده الزمنيه باش الطير كيولي صافي خرج من الكلام ووضح قاد الكلام شحال كتولي في عمره 6 شهور من طير لطير كتختلف نعم الطير كتختلف كاين الطير اللي غادي يقول لك الطلقات ديالو في 6 شهور نعم كاين الطير اللي غادي يقول لك الطلقات ديالو في 8 شهور كاين اللي في 10 شهور نعم كاين اللي خاصو يدخل حتى يدخل للبداله الاولى ويعاود يخرج منها باش يقدر يقول هذاك الكلام تمام صح كاين واحد الحاجه تكون امبورتون تاسمجي سا ديبون الطلقات اللي خدام بيهم واش الطلقات ساهلين
نعم صحيح. ولا شي حاجه من الصعيبه. صحيح صحيح صحيح. نعم صحيح. ماشي اي ترتيبه غد ما نعطي كلام سهل. انا يقدر تطير في خمسه شهور يبدا يسمي لي كل شيء طلق. صحيح. انا خدمتي بالكلام اللي هو قاصح راه الطير غينقى ديفيكولتي باش انه يقول هذوك لي زابيل باللسان الفصيح بالكيفيه المطلوبه كتطلب منه مجهود كبير. بصح ما كيعمل سورتو الى جا سورتو الى جا عامر في الريبيرتوار. تمام. الى طير عامر في الريبيرتوار راك تطلب الوقت. نعم. حتى ال 10 شهور 11 شهر عاد كيبدا تقول لك تلقات تاريخ بالكيفيه راه. وخاصني نزار عند واحد السؤال باش يعني مع التكرار ندير كل الاسرار. دابا الطير اللي كيكون حنا في يعني واحد المصطلح عندنا الموالي بيناتنا الطير اللي كيكون خضر يعني واش كتبقى يعني الطير تكلم ولا بقى يخضر تبقى تخاف عليه ولا لا؟ نعم واش تبقى تخاف عليه ولا لا؟ الطير هو تكلم خرج كلامه. وي وي اوبليغاتور خاصك تضحي معاه وتبطي البال باش انه ما يسمعش حاجه خايبه. هذه قبل ما نذكروش فيها. الله يرحم الوالدين. كنهضروا على المقلب. كنهضروا على المقلب. نعم. ميستو عاوتاني سؤال اخر. نعم. بلوغرام. نعم. حنا دابا كنهضروا السي نزار السي نزار لانه هذا اللقاء هذا اللقاء الاول هذا ما كافيناش مع السي نزار. السي نزار عنده واحد الريبيرتوريو اللي كبير تبارك الله في الولاعه. مازال دابا كنهضروا غير على مقنين. مازال غادي نعيطوا لك ان شاء الله ونهضروا على الكيفيه ديال الحي والميستو يعني حتى هو تعطينا عليه فكره. اذا حنا دابا كنهضروا على مقنين وناخذوا فيه عنده واحد الفكره اللي شموليه. كيف قلنا الطير الا كان بقى يخضر خاصك تخاف عليه ولكن وقتاش ما تخافش؟ واش العام الاول ولا العام الثاني؟ تقدر المقرين حتى العام الثاني عاد كتفرح به. اعطينا شي فكره الله يحفظك. واخويا مجيد بارابور هاد الحمد لله الاكسبيرونس المتواضعه تنقولوا اللي دابا انا كنبقى خايف على المقرين كنحفظ عليه حتى العام الثالث ديالو عاد تنقول عندي مقرين. تبارك الله. العام الثاني ديالو خويا يقدر يهز لك غير تبدل الفطري ديال القرعه ديال صح الشوق. صح معلم هذاك فاسيلمون كيمشي ويجري وليد معلم كيولي عندك الطبيب بطيط في الدار هو طير مليح ومن انت بغيتي تحفظ الطبيب سقتي خارج عليه قالك الطبيب. صحيح 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 مولور. الو انا المقنين من الافضل كنقولوا في العام الثالث ديالو كتولي كاس الطبيب كونفيرمي عندك. الله يرحم الوالدين. دونك عندك المقيم هو اللي ما تخافش عليه بزاف. بار كونتر الا بغيتي تخدم به في العام الثاني ديالو كديروش مع القرعه ديال الطبيعه وديرو قريب ليهم. ديرو مع القرعه ديال الطبيعه ولكن كيكون بعيد عليهم وما كديروش بزاف باش ما يهزش هذاك التطبيق. صح ديال القرعه ديال الطبيعه. وممكن ممكن ما ممكنش كيفاش كيبان لك انت كمولوع من مقنين؟ لان ماشي صعيب باش تقسم طير وتخرج طير كيطلب واحد المجهود. السي نزار كيف كنعرفوا يعني اصبح دابا من يعني من الحوايج اللي باش يحصل عليه من مولوع طير ليمبيو ماشي سهل. ممكن ماشي سهل ممكن ولا ماشي ممكن نديو طير ود العام نشاركوا به في الكونكور ولا من الاحسن حتى العام الثاني بكل وضوح. المقنين ماشي المقنين ماشي مشكل. المقنين اللي عندك المقنين تبارك الله تبارك المطلقات ديالو وطريقه الاداء وكان كيتكلم مزيان واجريسيف وصال نعم في العام الاول ديالو ماشي مشكل غير حاول تحافظ عليه ما تخليهش بزاف يضرب في صح يضرب في البيتي في الكونكور ويعاود يدخل للطوموبيل ولا يمشي للدار ولا كتاخذ الحذر ديالك. نعم كتاخذ الحذر. اما الميستو العامين الاولانيين انترتين. صح 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 معقوله معقوله يا اخي. قديم بالدواء العامين الاولانيين ما يمشيش للغرور. إذا نهضروا كملاعب ديال الصح. صح لأن الميستو كيكون هو في دوري مازال كيقلب على شي حوايج أخرين لأنه دمو يعني ذاك الهجين اللي من الجينات الكناري كيخلي في دوري. أنا سي مزيد أنا خديتها هذه من واحد العملية صارت لي. كنت مشيت عند الأستاذ عبد الحق في الجمعية ديال الميستو شاركت في واحد الكونكور. نعم. وهزيت المقنين عنده عام وميستو عنده 11 شهر. مع بعضياتهم. نعم. الساك ديال البروكور. أيه. طلعت في الدار 12 ديال الليل هولت الصباح لكازا شاركت في الكونكور.
رجعتهم حدا بعضياتهم، سال الكونكور، سالينا النتائج. الحمد لله ضربت الاولى في البيستو والثانيه في المقنين في هذاك الكونكور. خدينا جوائز. في الليل ركبت في الكار، هبطت الاكادير. في الكار كانوا متلمين على بعضياتهم، في الكونكور كانوا متلمين على بعضياتهم، كي جاوا كانوا متلمين على بعضياتهم. نهار اثنين في الصباح دخلت للدار، نعست من الطريق. نهار ثلاث عريت الطير ديالي باش نشم، الطير ديالي باش نشم مشهم، علقت الميزو. ضرب لي تروازابيل فين سيت شونجمون بالفينيسيون ديال المقرين، كيقول لهم الميزو كما كيقول لهم المقرين. سبحان الله. تروازابيل ديال المقرين كيقول لهم الميزو، الميزو كان صايم. هنا ديك تجلى النظريه، والواحد ما يبقاش يحكم غير بالعفويه، يعني التجربه هي اللي كتعطيك الطريقه الصحيحه ديال الولاعه. صراحه دابا كاين الطير اللي كيهز لك دغيا، وكاين الطير اللي كيتعطل باش انه يهز، وكاين الطير اللي كيبغي يهز، وكاين الطير اللي ما كيبغيش يزيد الكلام، وكاين اللي كيبغي الكلمه الزوينه، وكاين الاكثريه اي شي حاجه سهله بحال الصور بحال شي فطبيض هي اللي كيمشيو ليها الاولى، باسكو سي فاسيل ابرونونسي. هادشي اللي كاين اسي. سي نزار كنشكروك بزاف بزاف بزاف، وتحياتي لك، وراك مولي تبارك الله. حنا كنسمعوا الكلام وكنسمعوا بارك الله فيك. واحد النقطة مهمة سي مجيد اللي نسيتها. مرحبا. اللي هي مهمة بزاف، كيف الطير. تفضل. كيف الطير كندخلوه للكاخون ديالو في لابريود الأولى ديالو، ما خصوش يبقى يتحرك في البلاصة ديالو. خليني حمر. تمام. تقدير ماشي اليوم نديرو عندي هنا في هذا الكاخون هذا في المراح، غدا نديرو في الكاخون عندي في مهم مهم. الله يعطيك الصحة. ولا في الكاخون اللي كاين في القنط الاخر ديالنا في الصالون. نعم. لا خاصو المقرين نفس لابواط ديالو اللي كيدخل فيها النهار الاول، كيكمل فيها حتى يحمر. ملي ما كيحمر وغادي يخرج الدنيا هذه هذيك الساعة، ماشي مشكل. الله يحفظك، الله يحفظك. ومن الأحسن يكمل. هذه نقطة حتى هي مهمة بزاف. شكرا 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 بزاف بزاف سي نزار. وشكرا على الوقت ديالك، وتحياتي لك، وسمح لنا لا ديرونجيناك يعني في البيت ديالك. وانت راه مرحبا، انت مولوع كبير وما نقدرش نستغناو عليك، ومازال ان شاء الله غادي. لا لا مولوع كبير، خلينا الشهاده لله، ومن لم يشكر الناس لن يشكر الله. شوف يا اخي انت مولوع، واكثر من هذا انت انسان مخلق ومؤدب وطيب، جمعتي الحمد لله الحوايج اللي كتجي مع الولاعه. تحياتي لك اخويا، ومازال عندنا لقاء معك ان شاء الله مرات اخرى، لك مني كل التقدير والاحترام. تحياتي اخويا، تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حنو عليك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. ها الاخوان، السلام عليكم مره اخرى. الحمد لله كان لقاء مع السي نزار، كان لقاء شيق وجميل، وكيف شفتوا من هاد الحوايج هما الاخوان، كيف قلت لكم دائما التجربه هي راس مال، او راس يعني المال ديال المولوع ان صح التعبير. فدونوا التجربه ديالكم، دونوا افكاركم، استعنوا بالتجربه ديالكم. راه تجربه المولوع راه هي الجانب الروحي ديال الولاعه ديالو، وهي اللي غادي ينفع بها الاجيال القادمه ان شاء الله. انتم شفتوا السي نزار وحكم وطني وتبارك الله خرج طيور، ولكن كيهضر بالتجربه. والعجيب واللي عجبني انا واللي زاد يعني صراحه عطاني واحد القوه، هو قبل ما يتكلم بغى يشكر اللي كان عنده الفضل، واللي كان هو السبب تاع يعني تراص عليه الطريق ديال الولاعه وعاونه ما نساهش. وهادو من المبادئ اللي ماشي ساهل باش يكتسبهم الانسان، لان حنا في واحد الوقت وهاد الظرفيه ديال غير شي باغي يرضى شي وشي باغي يعفط على شي. وملي كتلقى الناس بحال هادو كيشكروا في الناس اللي تبارك الله وراوهم الطريق وساعدوهم، هذا جميل، هذا جميل. هذه هي الولاعه، هذه هي التجربه الكامله اللي كتعطي ولاعتك، وكتعطي التربيه معها الاجيال القادمه. تبارك الله عليكم الاخوان، نتمنى تكون هذه الحلقه عجبتكم، وتحياتي لكم. ومره اخرى مازال غنستضيف الاخوان
غادي نبداو نعيطوا على كل اخ عنده تجربه ديالو، كل مولوع كبير عنده تجربه ديالو باش يقدمها للمواليع ويقدمها لهذه الاجيال الصاعده ان شاء الله. تحياتي لكم الاخوان.